سماكم حمزة المريني، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين. نحن اليوم نتواجد هنا تنزيلا للبيان الوطني الذي صدرته النقابة المستقلة للممرضين، والذي فيه حزمة من الأشكال الاحتجاجية على رأسها إضراب لـ 72 ساعة أيام 2/3/4/2022، وكذا اعتصام لمدة يومين الخميس والجمعة مارس 2022. هذه الأشكال الاحتجاجية جاءت تنديدا واستنكارا باتفاق الذي نسميه اتفاق المهزلة، الذي وقعته وزارة الصحة وتتبجح بأنها حققت مطالب ممرضين، إلى أنه مطلب كان قزما ولم تستجب لباقي مطالب الممرضين التي باحت حناجر الممرضين هنا بمدينة الرباط يطالبون بها، لكنها بقيت هذه المطالب حبيسة رفوف وزارة الصحة. ونذكر على سبيل المثال للحصر الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، كذلك مصنف الكفاءات والمهن الذي يحمي الممرضين في ظل هذا الغياب القانوني من المتابعات القانونية، كذلك الإنصاف تعويض على الأخطار المهنية، ونرفع شعار أنه خطر واحد إنصاف واحد.
الاعتصام ليومين. نحن كنقابة مستقلة للممرضين، الممثل الشرعي للممرضين وتقنية الصحة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. هذا الإنزال الوطني وهذا المعتصم جاء ردا على التوقيع المهزلة اللي تم لممارسة النقابات الممثلة داخل قطاع الصحة والتي لا تمثل سوى نفسها، وهذا الأمر يحز في النفس. كما تعلمون الحوار الاجتماعي بادي منذ 2018 ل 2017، باش بادي الحوار الاجتماعي أواخر 2017 بدا الحوار الاجتماعي، ورغم ذلك ما عمر كانت الموافقة المطالب، لأنه ديما كان واحد الاستثناء ديال الممرض، إلا أنه هاد النقابات وهاد الوزارة حاليا تعمدات أنها تقصي الممرض وتقني الصحة اللي كيقدم أكثر من 80% من الخدمات للمواطنين. وللأسف هاد الشيء في واحد الإقصاء وحيف الوزارة والحكومة معا اليوم يروجون على أنه تم احتواء الاحتقان داخل قطاع الصحة، وتم الاستجابة لمطالب المهنيين، إلا أنه الواقع واللي كنبغيو نوضحوا للمواطنين أنه ما كاين لا حوار اجتماعي ولا يوجد أي نية للوزارة في تلبية المطالب الحاضرة المشروعة للممرضين اللي احتجوا لما يزيد عن 5 أو 6 سنوات في الشارع لمطالب جد هادرة ومشروعة وجد بسيطة، منها ملف الإنصاف والتعويض والأخطاء المهنية، ملف شيوخ التمريض، ملف داويش كل 3 سنوات، ملف الهيئة ومصنف الكفاءات. هاد الجوج ملفات بالضبط لا يكلفون الوزارة لا درهما ولا دينار، ورغم ذلك ما تمش كاع الدراسة ديالهم ولا النقاش حولهم في الحوار الاجتماعي. والآن الوزارة تروج أن الممرض أخذ حقه ولم يأخذ حقه بعد. هادوك المطالب ديال أنه تم تسوية الوضعية المالية هي مجرد مطالب كتاخذ وقت ديال أواخر السنة وكتسوى الوضعية. وهذوك اللي كيقولوا نمبر اللي بغينا نقولوا للناس أنه النمبر ديال الممرضين بالضبط اللي تم تسوية الملف ديالهم هما 19 الممرض من أصل ما يزيد عن 33,000 ممرض في القطاع. وهذا الشيء كيحس بالنفس، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا اليوم نخرجوا للشارع. ورسالة للحكومة وللشمعان، لن يتم احتواء القطاع الاجتماعي، ومن اليوم فصاعدا المزيد من التصعيد والتصعيد ستشهد الوزارة ما لم تشهده من قبل، إذ لم يتم الجلوس والتفاوض مع من يحق له التفاوض ويحق له تمكين التشغيلة، ألا وهو الممثل الشرعي للممرضين وتقديسه، وهو النقابة المستقلة للممرضين اللي عندها واحد الطابع قانوني واللي صوتوا على الممرضين وتمثلهم. أما النقابات وشيوخ النقابات فلا يمثلون سوى أنفسهم، والدليل على ذلك أن العديد من المناضلين بالنقابات الأخرى متواجدين معنا اليوم على بشكل وكينددوا بهذا الواقع وبهذا المجزرة اللي وقعت. ما وقع للممرض في الحوار الاجتماعي هو مجزرة بحقه، مجزرة بما تحمله الكلمة من معنى. وإلى هنا نحيي كامل الضمائر الحية التي جسدت بشكل نضالي، وندعوهم إلى المزيد من الثبات والمزيد من التصعيد إن شاء الله. تحية نضالية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.